الزواج ان كان على اصول من استطاع منكم الباءه فليتزوج، ما قالش لك مشي تلاقاه هو وياها ويديروا لاكتو سالينا، فليتزوج. الزواج الاسلامي القائم على اصوله، الانسان تيعرف فيه شكون هي ديك السيده اللي غيبني معها هذا المشروع، والسيده كتعرف شكون هو داك الشخص اللي تبني معها هذا المشروع، ماشي شافت البروفيل ديالو ديال فيسبوك. ردوا البال، البروفيل ديال فيسبوك راه كلنا عمر بن الخطاب، وكلنا ابو الدرداء، وكلنا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، وكلنا ما حاطينش تصورنا، والتصويره ديال الشابه وهزه التسبيح حدا الكعبه، واخذه التصويره ديال مانكان ديال لبنان دايره اشهار ديال العبايه وحاطها هي في تصويرتها، والطرنو كيسحب راه كتشبهني في هذه اللقطه هذه، وهي راه لا علاقه بهذه المساله. ملي كيقول لك حقا راه مشيت للنظره الشرعيه، حبيبي انت غادي نهار النظره الشرعيه غادي بواحد الخلفيه خاطئه، خلفيه مغلوطه، سقف التطلعات ديالك انت هزوا لعنان السماء، ونسيتي باللي راه انت انسان لعلك لم تبرح التراب بعد.